الحمد لله على سلامتك. الله يجزاك خير. شلون صار الحادث؟ صار يمشي. ايش بس يعني شغل اليوم 124 وترينا يوم ما استدار استدار قال زبريق ما نزبر طب وين؟ ايش قد انتم تشتوا السيارة؟ 12 كنتوا 14 الحمد لله على سلامتك. الله يجزاك خير 14 من عدد صاير. انتم كلكم من منطقة واحدة مو؟ لا. من وين انتم اي محافظة؟ من الحلة. كلكم من الحلة؟ لا لا بس انت والله زين الحمد لله. كم محلتهم الاصابات؟ 2 4 4 حاليا موجودة. يعني كنتوا طالعين وين رايحين كلكم سوا؟ دبيت انا جيت يابن عمي دبينا ترايلر بالتحليات وردت نرجع لهنا ماكو حمد. جانا ابو اليوبن لمنا نفرات والنفر على 10 صعد لبونا طلعنا قام يمشي فوق ال 120 ناس تدار قدامنا ابو تريلر الدنيا قامت دث مطر داس بريك ما يزل ما وقف ابو تريلر. انتم قاعدين بالاخير مو؟ قاعدين بالاخير الحمد لله. بالامام كلهم اي توفوا تفضلوا واحد ويانا شنو الخبر؟ والله خبروا انا ما ادري في انو شنو قلت لكم؟ حادث مال سياره تريلر. منو عندك هنا مصاب؟ ناوي العمي ناوي زين وضعها؟ والله زبون نروح بس احسن باقي. سولفوا لكم على الحادث؟ ها؟ سولفوا لكم على الحادث شلون صار؟ لا لا ما سولف. يعني ما عرفتوا شلون صار الحادث؟ لا لا ما سولف. انتوا شو طلبوا لهم؟ وضعهم زين؟ ايش قد هم من اقاربكم المصابين؟ مو اثنين. بس اثنين، مجموعهم كلهم ايش قد؟ ما اعرف. 14 سيارة. 14 سيارة شنو نوعها؟ فان 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 14 واحد من حد المتوفين ايش قد؟ 8 20 4 قصة من فوق الفرايلة قامت تصبي بالاخير وقفت للبداية انصدت وبالاخير طلعوا الحمد لله اربعه طلعوا واحد توفى من ولد عمي عمل فلوس فيه بغداد توفى واحد انا اثنين طلعوا والحمد لله. انت عمهم؟ اي عمهم. سولف شلون اجاك الخبر والله؟ والله انا يمه هذي خبروني قال يا جماعه ضربتهم سياره لوري معرض بيناتهم وكل الحادث كله ميتين 14 مدى 12 الميتين جينا لقينا بس جماعه اربعه والباقي متوفي الله يرحمه كنا بمنطقه واحده. في ساعه طلعتوا من الحله؟ من جبل طلعنا بالاربعه الاربعه وصلنا هسه. هذه